هذا النجاح هو كان نجاح مزدوج الحقيقة في الاجتماع اللي عقد يوم 26/4 في العاصمة القطرية الدوحة، وكان عبر الدوائر التلفزيونية. يمكن تتفاجئون إذا القرار صدر خلال يمكن في مدة لا تتجاوز 10 دقائق، وكان هناك قرارين وليس قرار واحد. القرار الأول هو إجماع على استضافة العراق لخليج 25، والقرار الثاني هو تبني أشقائنا وأخوان رؤساء الاتحادات الخليجيين والاتحاد الخليجي لكرة القدم بموضوع رفع الحظر عن بقية ملاعبنا. المهمات اللي كانت، على الرغم أنه إحنا بيوم واحد بثلاث دول، لكن كانت مبعث راحة أنه شعرنا نحن أعزاء وإحنا موجودين بين أخوتنا، والتعاطي معنا بقدر العراق، وقدر العراق كبير يا أخوان. عموماً أنا ما أحب أطيل عليكم، تحدث أخويا معالي الوزير بالظروف اللي صارت اليوم. خليجي 25 حقيقة وواقع على الأرض، وحتى الدولة البديلة القد تعرفون كرياضيين، بس اللي أخذنا معرفون أنه أكو دولة بديلة، هذا ضمن اللوائح لازم أكو دولة بديلة. الدولة البديلة مستعدة أن تقدم كل الدعم اللوجستي باعتبارها قريبة علينا اللي هي دولة الكويت العزيزة. أكيد إنجاز للعراق في هذا الوقت العصيب لما يمر به العراق، أكيد اليوم إحنا سعداء جدا أيضا بوجودنا في هذا المكان في سبيل أنه ندعم هذا الملف وندعم بطولة خليجي 25. أكيد كان هناك صعوبات كثيرة، لكن الحمد لله وشكر أنه الله سبحانه وتعالى وفقنا ووفق الجميع في أنه يكون الخليجي في البصرة. بطولة كأس خليجي 25 إن شاء الله بالعراق، وهذا الكأس الموجود هو الكوبي الكأس الأصلي، والحمد لله شكر. وكلنا احنا حاضرين، وكل أخوان رابط مشجعين الخلاجة متصلوا وياهم، وكلهم راح يجون إلى بطولة كأس خليجي 25 بالعراق، ونرحب بيهم ونقول لهم هلا بكم هلا. Thank you.